اتفضل حضرتك كنت بتسال. بتكلم على المخاطر من ممارسه الجنس عبر الانترنت. يعني بما ان النسب عندنا كبيره بالشكل ده عايزين نعرف ايه المخاطر عشان الناس تستوعبها كمان. المخاطر ان هي احيانا زي ما اتفقنا بتلخبط الاولويات الجنسيه وطريقه يعني ايه بتلخبط الاولويات الجنسيه؟ يعني مثلا يعني هو هقول لحضرتك يعني مثلا في بعض الازواج والزوجات مثلا هو مروح البيت يعني اصلا احساسه النفسي ان هو مروح البيت بيبتدي يعمل له شيء من الرغبه او علو الرغبه الجنسيه دي مساله نفسيه 100%. يبتدي مثلا يعدي على محل مراته بتحب حاجه فيه لو نزل جابها لها بيبتدي ده يعليه برده في الرغبه الجنسيه. وهو طالع البيت وهو بدا يفتح الباب كل الكلام ده كتير قوي ده الفورمات اللي المفروض يبقى طبيعي يعني. نيجي بقى عن طريق الانترنت الكلام ده كله بيختفي ما يبقاش فيه مقدمات خالص. لو جه يجي يمارس بقى بشكل طبيعي سواء كان الممارسه السابقه حتى لو مع زوجه هم بعيد زي ما قلنا قبل الفاصل او مع حد تاني او مع بنات تانيين او سيدات تانيين بيبتدي ان هو خلاص هو بيحرم متعه كبيره جدا جدا كانت من اولوياته وكانت من الحاجات اللي بتسخنه وتجهزه للجنس وهو ده بدايه الدوره الجنسيه اللي هي المنصوص عليها. فيبتدي لا ده هو عاوز يدخل في الموضوع على طول زي ما كان بيعمل عن طريق الانترنت. في انحراف جنسي مشهور جدا اسمه فوايوريزم. فوايوريزم بالفرنساوي فيرب فوار دي يعني يرى. فوايوريزم ده احيانا بيصيب الناس اللي بيمارسوا عن طريق الانترنت اللي هو بيبقى كل متعته 100% ان هو يرى. فيبتدي يطلب من زوجته انها تعمل حاجات وهو يعني حتى لو مارس بعد كده ما بيبقاش مبسوط.